والمعنى أنه في ذلك كله يكون على الكتاب والسنة متبعا للكتاب بالله عز وجل مستمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الإحداث والبدع، يحذر أن يحدث شيئا يؤخذ عنه على أنه دين وهو ليس من دين الله. ومن هذا أن يكون ملازما للسنن حتى تعرف السنن من حركاته وتصرفاته، يطبق السنن، يعتني بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، ويكون متأدبا في مجالس العلم، يكون مريدا للحق، ويهمه أن يظهر الحق على لسانه أو على لسان خصمه، وإذا ظهر الحق فرح به وارتبط به ورجع إليه كان قد أخطأ، ويكون حسن الخلق مع الناس حتى يحبب الناس إلى دين الله عز وجل وإلى منهاج السلف الصالح، ويحذر أن يلتزم أشياء يستحسنها هو ثم تؤخذ عنها على أنها من دين الله. ومن هذا الآن أن كثيرين مثلا من الأئمة أئمة المساجد أحدثوا في دين الله، فمنهم من يلتزم بقراءة القرآن من أوله إلى آخره بالصلوات الجهرية ويعطل السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يقرأ في الفجر غالبا من طوال المفصل من الحجرات إلى آخر القرآن، وفي العشاء من أوساطه، في المغرب من قصاره، فعطلوا السنن الثابتة وأحدثوا أمورا استحسنوها هم. من ذلك مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة لا يلتزمون بالسنة بقراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، فالأصل الاستقامة على ذلك، والإنسان لا يتركها إلا في أحوال نادرة حتى لا يفهم الناس فرضيتها، يتركها وهو بوده أن يقيمها وأن يحققها كل مرة، لكن يتركها من أجل أن يفهم الفرق بين السنة والفرق. كذلك تجدهم يخطئون، الذي يقرأ القهر والذي يقرأ القيامة والذي يقسم هل أتى على الإنسان بين ركعتين، ويستحسنون يغيرون السنة، يميتون السنن ويحدثون البدع. من ذلك القراءة في صلاة الجمعة ثلاث سنن: سبح والغاشية، وتارة الجمعة والمنافقون، وتارة الجمعة والغاشية، فيحافظ على هذه السنة، وأحيانا يتركها مرة في الشهر في الشهرين في الثلاثة مرة واحدة، لكن لا يحدث. بعض الناس الآن يقرأ آيات تناسب موضوع الخطبة فيعطل السنن ويحيي البدع، يصير الصغار لا ينشأون على السنة ولا يعرفون السنة ولا يفرقون بين السنة وخلف السنة، لأنه ما هو على منهج. الواجب أن يكون طالب العلم على منهج واضح، وأن يعرف عنه ويشتهر عنه التحري للسنة والعمل بالسنة والتمسك بالسنة والحذر من البدع والاستحسان في دين الله، لابد وإلا تموت السنة، تتخلى عنها طلبة العلم ماتت السنة، واشتهرت البدع وحيت وورثها الناس فشب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، ثم إذا أحدث طبقت السنة يوم من الأيام قالوا بدعة، مشكلة خطيرة. الإسلام اليوم في غربة، الإسلام الحقيقي الصحيح في غربة، لأنه قل المستمسكون به المتبعون للسنة ولما عليها للسنة والجماعة، لابد من الاهتمام بهذا. وأول من يأخذ عنك دين الله عز وجل زوجتك وولدك وبنتك وأبوك وأمك وجارك ومن معك، إذا لم يتعلموا منك السنة فلا خير فيك،
وإذا تعلموا منك البدع فهذا شؤم، فأنت مشؤوم على نفسك وعليك. ولذلك كثرت الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم في التزام السنة والاستقامة عليها والحذر من البدع والأهواء. كثر كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في الحض على لزوم السنة والاستقامة عليها، وإن كره الناس ذلك وإن فارقك الناس لا تبالي فيهم، أحسن. نعم.